ان انت خايف من غدر الزمن، ده اللي خلاك تعمل مقبره. لا مش من خايف، ده انا مؤكد ان في غدر. يعني مش احتمال. لا ده اكيد. انا جنب ده رحت عامل التربه. موضوع التربه دي نزلت وقعدت فيها. والله العظيم. ليه؟ احكي لي ايه اللي خلاك. وعبد الله فرغلي موجود ويشهد. عزه العلايل. في شهود. انا نزلت التربه، هي جديده. يعني بنستلمها. عزه العلايل الاول سيد مكاوي، عزه عبد الله فرغلي، عبد الغني زكي، مجموعه وقال عشان احنا نجوم خلونا على الشارع. قال يعني ايه حتى الموت يعني فايف ستار في كوسه هيتفرج على فيلم معدي ولا حاجه. بقول له مات هنا هو هنا. المهم نزلت قلت له اقفل التربه، قفل. ما شفتش ايدي بقى اعمل كده وابقى افتح، ما فيش. خمس دقايق سابوني. والله العظيم عارفه زيد خرجت. ايه الموعظه اللي خدتها يعني من الحركه دي؟ اكيد في موعظه خدتها. الموعظه اللي قولها للي قاعدين بيسمعونا في حكايتك مع الزمن دي. لو كل واحد، انا ما بقولش يعمل بروفه زي ما انا عملت انه بروفه موت، لا. كل واحد دي تربه. انا بطلب منه انه يوم بس في حياته، ما بطلبش يزورها مرتين، يوم ويروح يشوف المكان اللي هو مؤكد 100% رايحه وما فيهوش ده احتمال. يعني هو رايح جاي هنا جاي، وهو واثق انه هنا جاي. يقعد بس دقيقتين، بلاش خمس دقايق، في هذا المكان ويشوف هو من حوالي 100,000 سنة اللي حصل قبله وال100,000 سنة اللي جايين. المكان اللي هو هيقعد فيه ده هو ايه في الدنيا دي؟ هيلاقي بالظبط، عارفه ذره الرمله اللي حاجة في جبل؟ عارفه نقطه ميه في محيط؟ احنا كده. فمهما زعلنا ولا حاجه، مهما كسبنا، ومهما ما عرف، في النهايه كل سنه وانت طيبه. وانت طيب.